اعزائي مشاهدي اون سبورت في كل مكان، معانا المهندس ايهاب لقيطه مدير منتخبنا الوطني. مهندس ايهاب برحب بيك في اون سبورت وبقول لك مبروك التاهل رسميا لدور ال 16. تقييمك ايه النهارده لاداء لعيبه منتخب مصر؟ لا الحمد لله، يعني برضه يعني المباراه كلها صعبه حسن، يعني ما فيش حاجه اسمها مباراه سهله. فرقه اوغندا احنا عارفين اول يوم انها فرقه كويسه، فرقه بتلعب كوره كويس، والحمد لله يعني فوز كويس، فوز مطمئن، وان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله. اتمنى تقابل مين في دور 16؟ اتمنى نقابل اي حد. احنا عايزين حتى الفرق الصغيره عامله اداء قوي جدا. انا يمكن قلتها لك بين قلتها حتى كده، ما فيش حاجه اسمها فرق صغيره، خلاص اللي بيتاهل ده بيقعد 24 فرقه متاهله، عملت تصفيات قويه، وسط عملت مجهود، ما فيش حاجه اسمها فرقه ضعيف، الحمد لله كل الفرق كويسه، وانا شايف اي حد نقابله احنا جاهزين ان شاء الله. عايزين نطمن الجمهور المصري على اصابه احمد حسن كوكا. بص هي كدمه شويه جامده في خلف رجل عند السمان عند وتر الاكيليس كده تحت، بس هي كدمه الحمد لله الوتر سليم، ده برضه الدكتور محمد علاء قاله، ولكن احنا من سنين عملنا اشعه، دلوقتي راح يعمل اشعه ونطمن عليه ان شاء الله، بس ان شاء الله ان شاء الله بدون معطى هيكون معانا ان شاء الله، مفيش حاجه كدمه بس. اشكرك يا باشمهندس في الجاي. شكرا. اعزائي مشاهدي اون سبورت في كل مكان، ده كان لقاءنا مع المهندس ايهاب لقيطه مدير منتخبنا الوطني من داخل استاد القاهره. العوده ليك زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد، تفضل.